استعراض مباريات اليوم النهارده في الدوري المصري في الجوله 13، اولى مباريات الجوله 13 وهي الجوله الاخيره قبل الاجنده الدوليه واستعداد منتخبنا لتصفيات كاس العالم الدور الفاصل امام منتخب السنغال. النهارده الساعه 8 مساء على استاد السلام فيوتشر بيستضيف سموحه، مباراه بالتاكيد مهمه للطرفين، بيصعب التاكيد للاقتراب من المراكز صداره الدوري وتحديدا المركز الرابع والثالث. دوري أبطال أوروبا ونقلة تانية مختلفة بقى للمباريات الأوروبية واستكمال مرحلة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا. الساعة 10 مساء النهاردة بتوقيت القاهرة مانشستر يونايتد هيستضيف في أتلتيكو مدريد، وفي نفس التوقيت أياكس أمستردام هيستضيف بنفيكا. إن شاء الله بإذن الله تكون مباريات ممتعة لكل السادة المشاهدين والمتابعين للكرة سواء المحلية أو حتى الأوروبية.